إذا باش نحكيو شوية على تحضيرات رمضان اللوجيست واللوجيست كيفاش يعيش في رمضان ما تعرف أمين ينجم يجي مثلا كيفاش ينجم يعيش اللوجيست في رمضان سي منظري كيفاش ينجم يعيش مثلا شكون معنا كيفاش ينجم يعيش اللوجيست في رمضان معنا سحميدة باش يحكي لنا أكثر على عيشة اللوجيست في رمضان سحميدة معك أمين عن مباشر مرحبا سحميدة صباح الفل سيدي صحابك عزيزي لاباس أمورك طيبة سيدي خويا الحمد لله والله إن شاء الله لاباس شو عنده استعدادات خاصة لواجهت في سيدي رمضان والله هي مش خاصة برشا ومش ناقصة ومش شكلي ناقصة برشا معناتها شو معناها رئيسة ما خاطر مثلا الركاب تنقص في رمضان واللي نقص الحركية تنقص خاصة ال 15 يوم الأولانيين نتاع رمضان وتولي تخدموا يظهر لي كان في النهار معناتها الأغلبية نتاعهم هكاك في النهار ويجيب سفره ويحمل يبات بها لهنا في نابل حتى من غدوه كناشنا يعبي غدوه الصباح وانت ماك تعرف الامور هذه كل تعرف امي على كل يا سيدي ان شاء الله ربي معاكم وربي شويه في ال 15 يوم الثانيين نتاع رمضان فما شويه حركيه فهمتني ربي حرك الاسباب وبرا ربي حرك الاسباب الزياده الاخرانيه هذه استنفعتوا بها الناس الكل عاد اي ان شاء الله ما ان شاء الله تزيد من تزيد عن تزيد عام حتى على الكاريزما ما تزيد ما اذا كان في سوق تاعنا برك والكرام ما تزيد السوري مضروره الحكايه اوكي ماذا بكم انتم زاد تخموا عليك وعلى رواحكم وعلى الكار بالطبيعه من اخي اذا كان انا تاخذ كان انا تولي البلاصه تونس ب 5200 وتقعد هي ب 4100 شكون باش يركب معايا دونك طالبوا الكار تزيد يا سيدي هكا تزيد والمواطن اللي شكون عايش خويا سي حميد المواطن تبارك الله انا نهار كل يوم في الاعتصامات يحب الزيادات والموظفين تحب الزيادات والناس كل تحب الزيادات وتفرغ ما فيهاش فلوس هكا فهمني والبنك فرغة ما فيهاش فلوس على كل يا خويا رايك ونحترمه ظروف اش قال الراجل ظروف سيد الرئيس هكا هو خويا سيد الرئيس خويا بارك الله فيك شكرا لك زي حميد عايش خويا الغالي ربي يفضلك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير نرجع معكم بعد الفاصل بعد الموسيقى بعد ما رامي يجينا على غفله